الفيديو بتاع النهارده هو طلب مني كتير قوي، زي ما سمعتوا كده الموسيقى بتاعت عريس من جهه امنيه طلبت مني يعني كتير. فالنهارده ان شاء الله هنتعلم نلعبها مع بعض، فما تنساش بقى انك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتابع معايا الفيديو. طيب في البدايه كده برضو هقول نفس الجمله اللي بقولها في اول كل فيديو، ظابطها شرقي ظابطها غربي مش هتفرق، خد مني النغمات والعبها بالشكل اللي يناسبك. يعني انت مثلا ظابطها شرقي هتلعب مثلا بدل ما هتلعب لا هتلعبها بدل ما هتلعبها حر هتلعبها بصباعك الاولاني، وكذلك الغربي بدل ما هيلعبها بصباعه الاولاني هيلعبها حر، بس يعني مش هتفرق معاك في حاجه. خد النغمات والعبها حسب التتوينه بتاعتك. طيب ندخل في الموضوع بتاعنا. مي لا سول فا دييز سول دو ري مي. تاني مي لا سول فا دييز سول دو ري مي. طيب الجزء ده بيتعاد مرتين. اللي جاي بقى مي فا مي ري سي دو لا سول فا مي ري سول فا مي. في حته كده انا ضايفها من عندي، دي مش موجوده في الموسيقى اصلا فمالكش دعوه بيها، يعني ضايفها كده من عندي لو عايزها، هي دو سي لا بس هي مش موجوده اصلا في الموسيقى. طيب نعيد اللي فات ده تاني. مي لا سول فا سول دو ري مي. تتعاد تاني مي لا سول فا سول دو ري مي مي فا مي ري سي دو لا سول فا مي ري سول فا مي. بس كده. وتتعاد تاني الحتة الأخيرة دي برضه اللي هي لا سول فا مي ري سول فا مي، يعني كلها على بعضها. بالمناسبة بقى أنا عندي ملحوظتين دلوقتي. أول حاجة اللي مش عارف يعني إيه دييز، دييز دي يعني أنا بطلع النغمة قدام شوية، يعني أنت هتلعب في البداية الفا دييز هتلعبها لازقة في الصول، الصباعين دول هيبقوا لازقين في بعض كده، أما لما هترجعها تاني مكانها الفا بيكار بتكون لازقة أساسا في المي، يعني بيكون الصباعين دول كده. طيب دي أول ملحوظة. تاني ملحوظة، الفترة اللي أنا بسكت فيها في نغمات كده إحنا كتير بنسكت فيها كتير، أنا مش بسكت، أنت هتفضل تلعب النغمة. طيب القوس لو خلص منك، لأن وارد جدا تلاقي القوس إيه يعني خلص معاك، تعمل ايه؟ هتقلب القوس عادي جدا، ولكن حاول انك ما تسكتش، ما تبينش ان في قطع. طيب اللي بعد كده نقول بقى اللي فات ده مي فا مي ري سي دو سي دو ري سي لا سي سي دو سي دو سي ري دو سي سي لا سول فا ري سول فا مي لا سول فا مي ري سول فا مي. وكده تبقى خلصت. يعني انا مديكوا برضو جزء منها كده يكون سهل ولطيف، يعني اتمنى يكون الموضوع كان سهل ما كانش صعب وملخبط. تعالوا نجيبها كده ايه كلها على بعضها. مي لا سول فا سول دو ري مي. تتعاد تاني مي لا سول فا سول دو ري مي مي فا بيكار مي ري سي دو لا سول فا مي ري سول فا مي لا سول فا مي ري سول فا مي.
مي فا مي ري سي دو سي دو ري سي لا سي سي دو سي دو سي ري دو سي سي لا سول فا ري سول فا مي لا سول فا مي ري سول فا مي. بس كده تبقى خلصت. أتمنى تكون فهمت حاجة وعرفت إنك تلعبها. أتمنى أكون يعني نفذت لكم طلبكم. لو أنت عندك أي طلب عايز تلعب أي أغنية سيبها لي في الكومنتات وهعمل لك بيها فيديو إن شاء الله. فما تنساش بقى، انت بالمناسبه هتلاقي النوتة الحرفية بتاعت الأغنية دي او الموسيقى دي هتلاقيها على الانستجرام عندي. فما تنساش انك تتابع الانستجرام، وما تنساش انك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، وهتلاقي الصفحة بتاعت الفيس وهتلاقي الاكونت بتاعي. يعني اتمنى انك تتابعهم واشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.